نص كيلو كوسه، ربع كيلو كوسه، تلات ارباع كيلو كوسه حسب افراد اسرتك. هنقليها بعد ما اغسلها كويس واقطعها. وحصلش زي ما انت شايفه كده قدامك تفاصيلك. تعالوا نجهز على ما تتقلي الكوسه كويس، تعالوا نجهز الصوص بتاعها ومكوناتها. الصوص بتاعها عباره عن ايه يا عم حسن؟ عباره عن معلقه مستارده، عباره عن معلقه ثوم مهروس، معلقه خل ابيض، معلقه عصير ليمون، واتبلها ايه يا عم حسن؟ اتبلها شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون، وادخلهم مع بعض كلهم. بعد ما تبلتهم ملح وفلفل والكمون ربط معايا، تعال نحله معلقتين من زيت الذره او زيت الزيتون. وعندي الكوسه عندي، والطاجن بتاع الرز بيقول لك يا تريكات ويا تفاصيل وحركات. بعد ما ربط كل حاجتي معايا كده، تعال انزل عليه بسرسوب خفيف من زيت الذره او زيت الزيتون. خطواتك كده كلها قدامك. ده الصوص بتاع سلطه الكوسه. ربط عندي وزي الفل، جاهز عندي بالشكل ده عشان اقدمه على السلطه بتاعتي. واشوف اخبارنا ايه في الكوسه بتاعتنا يا عم احمد. الكوسه استوت، احطها على منشف مطبخ، وفي نفس الوقت ابدا اخد اللفائف بتاعتي عشان احمرها في الزيت المحشيه. وناخد الكوسه بتاعتي بقى عشان اعمل السلطه. ادي الكوسه بتاعتي اللي اتحمرت، احطها هنا وابدا اضيف لها اضافاتها. عملت لها الصوص بتاعها يا عم بشوي. هلا شيف، كل سنه وانت طيب يا بشوي. طيب يا شيف، عامل ايه يا حبيبي؟ تمام، نشكر ربنا. دايما يا حبيبي دايما تحت امرك يا بشوي. انا كنت بس عايز اعرف طريقه عمل السمبوسه بالخضار. احلى سمبوسه بالخضار يا بشوي، توسع حبيبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي عشان الصيام. تعالى كده نعمل ايه؟ الكوسه بقى نعمل لها مكونات. عندي بصل اخضر، عندي طماطم لحم بدون جلد وبدون بذر، عندي فلفل رومي الوان، عندي معلقه كزبره خضراء، معلقه بقدونس اخضر، معلقه شبت اخضر. وبعد كده ادي لها برضو شويه ملح يا عم احمد، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون. واروح جايبه الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها، اللي عباره عن ايه يا حسن؟ عباره عن معلقه مستردة، معلقه ثوم، معلقه خل، معلقه عصير ليمون، وملح وفلفل وكمون، ومعلقتين زيت ذره او زيت زيتون. وادخل الصوص ده معاها عشان تستمتعي باحلى سلطه كوسه في الدنيا.